يعني شايف حضرتك مثلا في المجتمع حاليا، المجتمع المصري، يعني نوع من الحساسية في استقبال مثل هذه الأفكار في أعمال فنية؟ لا مش الأفكار، ما بتكلمش على الفكرة، بتكلم على كان رعبي من الشكل الموسيقي. يعني إن الناس مش متعودة عليه. التجارب اللي اتعملت في الحكاية دي يعني ما بينها وبين بعض سنين كبيرة طويلة. يحصل تجربة بعدين توقف طويل، يحصل تجربة في الأوبرا الشعبية بعدين توقف طويل، يحصل تجربة في مسرح موسيقي ويحصل توقف طويل. فإنه تاني أعمل هذه التجربة كانت المسألة فيها خوف من الناس. قبل هذه التجربة يعني ما العمل اللي كان ممكن نطلق عليه أوبرا شعبية؟ في حاجات كتير زي مسرحية انقلاب اللي عملها الأستاذ صلاح جاهين مع محمد نوح، وكانت إنتاج وإخراج الأستاذ جلال شرقاوي. في عمل قريب كان اسمه شارلي، الدكتور مدحت العدل وأحمد البوهي. بس يعني لو حضرتك هتعد الأعمال هتلاقيها حاجات قليلة، مش زي مثلا بقية الأنواع المسرحية اللي بتتقدم باستمرار، لأنها طبعا بتاخد مجهود وبتاخد بتتكلف تكلفة كبيرة شوية عن بقية الأعمال، ومحتاجة نوعية ممثلين بيقدروا يغنوا ويمثلوا. وده الحقيقة برضو سؤال، يعني حضرتك وجدت عدد يعني من المواهب الكبيرة والكبيرة اللي ممكن جدا تقدم هذا العمل بشكل لله. مغنى؟ الحمد لله، احنا معانا الأستاذ علي حجار طبعا. طبعا يعني ليه باع في المسرح طويل، 33 مسرحية قبل كده، فممثل مسرحي كويس، زائد انه طبعا يعني مش هحكم عليه النهارده في الغنى. صحيح طبعا. معانا رانيا فريد شوقي. ايوه. بتغني. رانيا في اول فيلم عملته كانت بتغني وبتعمل استعراضات. فكلمتها وقلت لها المره دي هتغني الدور كله. ايوه. فبقت يعني متردده شويه لغايه ما ابتدينا ندخل في التجربه فحبتها. معانا ميدو عادل. ميدو عادل مغني جميل خالص، وبيرقص وبيغني وبيمثل. معانا آسر علي، ده عضو المسرح القومي ومغني في الأوبرا. معانا أميرة أحمد، مغنية في الأوبرا وأول مرة تمثل، أول مرة تطلع على المسرح. معانا دنيا النشار، ممثلة في المسرح القومي، خريجة معهد باليه، بس أول مرة تغني. معانا مايكل سيدهم، أول مرة برضو يغني. معانا الأستاذ عزت زين. أستاذ عزت زين معروف يعني أنه ممثل وكده، بس أول مرة برضو يبقى الدور كله غنائي. الحقيقة قعدت فترة أكون في الكاست مين زي يعني حضرتك كده، يعني الحقيقة جمعت مجموعة جميلة جدا جدا وأصوات رائعة. الله يخليك، ميرسي جدا. طبعا الفضل في المسألة دي يعود برضو للملحن أستاذ أحمد شعتوت، إنه قدر يعمل ألحان على قد الأصوات. يعني كان ممكن تبقى الألحان أصعب من الأصوات أو مش متلائمة معاهم، فكانت المسألة تبوظ. التجربة دي لولا أمين حداد كشاعر وأحمد شعتوت كملحن كان ممكن ما تتعملش خالص الحقيقه. حضرتك استخدمت فيها موسيقى مسجله، صحيح؟ صحيح. طب لماذا لم تستخدم موسيقى حيه؟ اولا الموسيقيين اجورهم بقت فظيعه جدا، صعب. صعب ان حضرتك تجيبي فرقه موسيقيه كامله تؤدي هذه الالحان بهذه التوزيعات. تكلفتها هتبقى يعني تخلي تكلفة المسرحية أضعاف أضعاف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني عشان تجيب يبقى عدد من الموسيقيين ضخم كده ويبقى ملتزم معاكي يوميا، دي مسألة صعبة بمنتهى الصعوبة، في منتهى الصعوبة الحقيقة. كنت أتمنى طبعا، بس هو مسألة الموسيقى مسجلة دي هي مش بس أرخص، هي كمان أجود، لأنه حضرتك ضامنه نفس الكواليتي كل يوم. أيوة. بنفس التوزيع، بنفس الايقاع، بنفس كل حاجه. بس وجود الفرقه مع المسرح اعتقد يعني بتعطي روح مختلفه. طبعا مش كده؟ طبعا. بس يعني كنت اتمنى، بس هو يعني الامكانيات ده المتاح. ايوه.